والله بصي، الانحياز والتعصب لحد معين مرفوض تماما، والنقد الهدام مرفوض في نفس الوقت. انت اقول بحيادية في سلبيات وفي ايجابيات، السلبيات 1 2 3 والايجابيات 1 2 3، ونتجمع كلنا ونشوف الجهات المختصة ايه والمسؤولين ايه والنظام ايه والوضع ايه علشان نحل السلبيات دي. الانجازات ما ماشي ما فيش كلام، لكن ده ما يمنعش ان في برضو سلبيات، ارتفاع اسعار، نسبة البطالة، تدني الاجور، لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار، فجوة كبيرة جدا بينهم، واخد بالك؟ ودي مش حاجة بسيطة يعني، في الشارع المواطن العادي بيعاني اشد معاناة. لكن احنا ايه، لازم نصبر، لان الراجل برضك استلم البلد ما يعني تعبانه، فهو بيحاول يصلح على قد ما يقدر. لا مفروض يعني احمد موسى اصلا يؤخذ عليه، وما ينفعش يكون اعلامي اي حاجه تانية غير انه اعلامي، فما تاخدش منه اي تعبيرات يعني. لا ما اصل انا بعتبر الاعلام المصري مش اعلام، ده مطبلاتيه كله، ده مش اعلام، ما ينفعش اعلام. المفروض ما يعني في فكره اعلى من كده، ان الواحد ما يهاجمش الرئيس بالطريقه دي. زيادة الاسعار اللي هي ورا بعض كده هي دي اللي هتزعل الناس من بعضها ومن بعض. لا من الناحيه المهنيه لا يعني، بس اعرفش ما بيقولوا كده ازاي. بس من لا ما اقدرش اقول حاجه، انا بقول لك هم الكلمتين دول بقى، ربنا يخلينا الرئيس بس. طب وفي حته، وفي رئيس في العالم ما بيشككش في قدراته، او مفيش نقد الرئيس؟ لازم يبقى في نقد الرئيس. المفروض كل واحد يقول الحاجه الايجابيه والحاجه السلبيه يعني، مش ما ينفعش مثلا نتكلم في السلبيات بس او الايجابيات بس.